راح تسلح من السحب اليسري يسار ينفتح السده يصير الى طبق جنبه. اولا صناعه السده اللي هو هذا السده على هاي الجنب. بصراحة المهنة تورثتوها عن أجدادي. كان جدي والدي رحمهم الله يملكون معمل للبطانيات المرعزية. الموصل كانت تزهو بهذه الجوم. شارع الفاروق كان يملك عدد كبير من هذه الآلة الخشبية. استخدموها بصناعة النسيج، وعوائل كثير من عوائل الموصل الكريمة استخدمت هذه الآلة. عوائل اختصت بصناعة الدواشم، عوائل اختصت بصناعة الإشمر. عائلتنا اختصت بصناعة البسط والسجاد البطانيات المرعزية. كان هناك سابقا اتفاق ما بين المعمل وبين شركة المخازن العراقية باستلام كافة المنتوج. كان يضاهي بوقتها المنتوج التركي. بوقتها كانت البطانية التركية يستخدموها للعراق، لكن المصلاويين صنعوا أحسن منه وموجود النماذج لحد الآن. المهنة بصراحة غير متفرغة، أنا بالنسبة لي من آخر الهواة من هذه الشغلة، يعني حبا بالحفاظ على تراث المدينة وتراث البلد، ارتئينا أنه نعيد الحياة قبل الاندثار. هذه آخر جومة موجودة بالموصل. الموصل كان بيها عدد لا يحصى من الجوم من ناحية المؤسسات الأهلية والحكومية. معمل نسيج الموصل كان يملك جناح خاص من هذه الجوم بحدود 40 جومة. اتحاد النساء كان يملك عدد لا قليل من الجوم. ضواحي الموصل كانت تملك في المؤسسات والكنائس والأديرة عدد كبير من هذه الجوم. حتى دور الإصلاح كان يقيمون دورات. الوسائل التعليمية اللي تابعة لمديرية تربية نينوى كان نشاطها بالصيف أحد الأنشطة تعليم الطلاب مجانا حتى يتعلمون هذه المهنة. إلى معرض ما بقعدنا مع نفسك، يعني كان البيت كله إن شاء الله المرة